الله يحيي كل باسمه. دقيقة بس يجيب القهوة يا ابوي. هناك توقف. اي ابشر ابشر بجيب القهوة بجيب القهوة. وحسب لك خمس دقايق. تمام تمام. لا اله الا الله. يا عيال. لا والله العظيم انا اعرف اللي يدل بالحارة ها؟ وقريب تكفون. تشبيه. اقرب. اي والله اقرب. ما ليش اقرب. انا بكون معك. ولا جبت امر ولا انت عزمت ولا يا رب يا رب يا رب. اهلين. بن مدرج كم قل له الله حق الفناجيل والمه والقدوع والم والله يحيي اللي بيجي هناك امسك الدله واعزم. اي دقايق بس ابشر ابشر اجهل 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 اجهل. لا اله الا الله. الطاوله وين اللي هنا يا ابو؟ هاي في قهوة شكل هذا من ذكرت شفتك انا يا راعي الذوم يا راعي مازدا يا لبيح الوقفون ذكرت شوك يا سيدي طول العمر مقطع الموسم يلا قول قهوة فنجال فنجال اعزم يا ود ايش فيك يلا هبوا يلا هبوا يلا يلا حيهم فاضي هذا اللي يسكن في الشمال يزين احيانا ازعاج ودك تفرش لك فرشه هنا يا طيب شكل كرسي هذا ينصدم من الحين وهو وبعد يا شباب اللي قريب ترى هو استراحت على طريق القصيم الحوالي ذيك بدي اوصفكم وقعدت عندي اللوكيشن في صوت موتر يلا الحين نحاسب خمس دقايق يا سعود يا ولد وقف العالم كاني وقف تاكسي ولا وش قلت قهوه بيقول انا مو صاحي الدله بالدله تمسك الدله القهوه الفنجال الفنجال حتى شوف هو بيقول حاجتين هو بيقول حاجتين لانه بيقول هذا ما هو صاحي لو وقفته اسمعي لو وقفته قلت يا ولد تقهو تخيل وقفوا عندك الدريات ركبوها يا رجال لا يا ولد يا اخوي تقهو الرجال اخوي ما عليك رح 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 الحين يا عيال حال استراحه من عيال مر مر الله يحييه والله خمس دقائق يلا انا حسب لك والله العظيم الحين الساعه 2:06 اقلط يا ولد لا رح رح فنجال فنجال رح هناك رح عندك رح هناك وقف وقف هناك شيل السماعة وقف هناك لا اله الا الله
قول اقرب. يا ولد يا طيب. هذا وضع عيد الفطر في الرياض وفي الصبية، ما في احد في الرياض العالم مسافرين. جا جا رجع بشربه. الحمد لله الحمد لله، ما في الا بدبه باي الرياض ما في احد. يا مرحبا يا هل. بعدي بعدي في دقيقة وين منك؟ يلا حيه يلا حيه مرح. هذا مو ايه، هذا مشروع اي واحد اول ما يفتح اول مشروع تلقى عند محله. لا 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 كذا تمام الجوال بس لايف. الحمد لله. سي هاي. يسلم عليك يا ابن مدرج يا رجال. مرحبا مرحبتين. خلي ياخذ الفنجان يا ابو عتب، خلي ياخذه عادي صحة راسه. تقهوى، خلي يتقهوى يعين خير. شوف لبس اللي على راسه، وشو الخوضه.